هننتقل إلى مواضع الجلوس. موضوع مهم جدا. مواضع الجلوس الرئيسية، شايفون في عندي ألف، باء واحد، باء اثنين، باء ثلاث، باء أربعة. لما يكون موضع الرؤية ألف وباء واحد، هون أنت في حميمية بالموضوع، ما في عدائية، وبنفس الوقت في رسمية. شايف هون الألف يساره ماخذ نصف الطاولة، والباء يمينه ماخذ نصف الطاولة، بالتالي في رسمية بالموضوع. نيجي لهون موضع التعاون، هون الرسمية أقل شوي، باء اثنين وألف. هذا الموضوع تقديم طرف ثالث، ممكن يكون في لجنة تحكيم، شايف باء واحد باء اثنين وألف، وجيم هو اللي محكم، المحكمين باء واحد وباء اثنين وألف، والمحكم جيم. نجي هاي الموضعية، موضع المنافسة أو الدفاع، ألف وباء ثلاث. طبعا هاي الحالة ممكن تكون في التحقيق، لما يكون في تحقيق مثلا مع المجرمين، هاي اسمها موضع المنافسة أو الدفاع. شايفون مثلا يكون بالألف محقق وباء المتهم باء ثلاث. هاي الوضعية لا تريح الذكور، وعلى العكس بالنسبة للنساء هاي الوضعية بفضلوها، ما بعرف ليش. المهم يعني اختلاف، هذا الاختلاف بالنسبة للذكر والأنثى. في هاي الوضعية مواضع الجلوس ألف وباء أربعة، موضع الاستقلال يخبر الآخرين بأنك لا ترغب في الاشتراك معهم. شايف الألف مستقل والباء أربعة مستقل، كل شخص مش حاب أنه يشترك مع الآخر. بالطاولة المستطيلة أو المربعة rectangular shape، الجميع يكونون في موضع المنافسة وموضع الزاوية عند الجلوس على مائدة مربعة. شوف هنا، هون في موضع منافسة وهون في موضع منافسة، أو زاوية، هون زاوية وهون زاوية وهون زاوية. وبالتالي هذا الوضع مش محبب بالدورات التدريبية، دائما نحن نحاول أنه نحصل على circle shape table. دائما منأمن دوراتنا التدريبية طاولات مستديرة وليس مستطيلة، نفضل دائما الطاولات المستديرة circle shape. شوف هون مثلا الملك آرثر اخترع شيء مهم، وجود صاحب المنزل الرفيع على المائدة المستديرة يشوه عملية توزيع السلطة على الباقين. نحن دائما بالدورات التدريبية بنكون نحاول أن نكون قراب من بعض، فبالتالي انتربرينور يعني شراكة، نحن والمتدربين شراكة، ما بيكون في رئيس ومرؤوس، ما بيكون في معلم وطالب، بيكون في مدرب ومتدرب، أو أقرب إلى اللي هو شو، اللي هو الكوتش، بمعنى أنه كصديق أو كشريك. وجود صاحب المنزل الرفيع على المائدة المستديرة يشوه عملية توزيع السلطة على الباقين. شوفهم بالدائرة، الطاولة المستديرة ألف وباء وجيم، إشراك كلا الطرفين عند الرد على الأسئلة، يعني جيم يقدر يشرك باء وألف بالرد على الأسئلة. مواضع القوة على مائدة مستطيلة، أو منلاحظ ألف وباء وجيم مدالها مواضع القوة، ممكن يكونوا هدول، ممكن يكون هدول، بينما هدول إنه متقابلين، فبالتالي موقف دفاعي ألف وباء، وها مسيطر على باء، دال مسيطر على ها وباء، جيم مسيطر على دال وها وباء، وممكن يكون ألف مسيطر على جيم ودال وها وباء إذا زحنا الباء شوي بعدناها عن مقابلة الألف. مواضع الجلوس كمان بالمحاضرات، كمان مهم مواضع الجلوس بالمحاضرات. شوف هنا ولاحظ نسب تذكر المعلومات ومشاركة الحضور بناء على مواضع الجلوس، دراسة أجراها بيس في سنة 1986. لاحظ أنه بالصف الأمامي هو أكثر نسبة من التعلم، هون بالنص مقابل المتحدث مباشرة 68% نسبة التعلم، على الأطراف يمين ويسار 58%. لاحظ أنه لما بعد، كل ما بعدنا عن المتحدث 55% بالنص، الأطراف 40%، 50% بالنص، 40% بالأطراف، 44% بالنص، و 28% بالأطراف بالزوايا، زوايا القاعة القاعة الدرسية أو المحاضراتية بالزوايا، ملاحظة من 28% و 28%.
بينما الصف الأول 58% 58% 68% مقابل المتحدث. نحن هذا الشيء ما نفضله أبدا بالدورات التدريبية، دائما نحصل على طاولات تدريبية والمدرب بيتنقل بين هاي الطاولات، ما في شيء اسمه منصة متحدث بالدورات التدريبية. مواضع الجلوس كمان ورقة موضوعة على حد الفاصل بين المنطقتين اللي بتروح على التوظيف HR Human Resource، كمان مهم موضوع مواضع الجلوس. شوف هون حط الورقة على الحد الفاصل بين المنطقتين، لما يسحب الورقة إلى منطقته يدل على قبول غير شفهي، هون بهاي اللحظة أنت شو تسوي؟ تنتقل فورا لجنبه، موافقة صامتة على دخول منطقته. لما يسحب الورقة فأنت تنتقل فورا، شايف هون انتقل فورا ليمينه وعم بناقش معه الورقة، ممكن تكون CV ممكن تكون أي مكان. هم مواضع الجلوس كمان، افتتاح الجلسة بوضع جلوس بزاوية 45 درجة يجعل الأمور هادئة، ما في مقابلة. نكرر الموضوع مرة ثانية، مقابلة من مواقف دفاعية. الإيماء المباشر بالجسم يضفي الجدية على الأمور، شايفونه لفت لعنده وبالتالي في جدية بالأمور. الوضع الصحيح لتوجيه الجسد بعيدا من زاوية 45 درجة، فلفت 45 درجة. إذن هاي مواضع الجلوس، تكلمنا عن مواطن قوة في يديك، تكلمنا كمان عن موضوع اللي هو الاختلافات الثقافية، تكلمنا عن سحر الابتسامة والضحك، تكلمنا عن إشارات الذراع، تكلمنا عن إيماءات اليد والإبهام، تكلمنا عن إشارات التقييم والخداع، وتكلمنا عن إشارات العين ومناطق النفوذ والمساحة الشخصية وإشارات الساق وإيماءات شائعة ومناطق الجلوس مواضع الجلوس.